الحمد لله الذي جعل الكعبة البيت الحرام قياما للناس ومذهبة وأمنا دعا عباده إلى حجه من كل فج عميق فلبوه ووافوه قرنا قرنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده الذي اصطفاه ولكافة الخلق أرسله والصلاة والسلام على من قوله للمؤمنين أفضل حجة القائل أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذي الحجة وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه تعالى يسمع ويرى واعلموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال تعالى الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم إذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم وإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ومن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقي واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وأخرج البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه وأخرج البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما وليس للحج المبرور جزاء إلا الجنة وأخرج الترمذي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبز الحديد والذهب والفضة وليس للحجة المبرورة جزاء إلا الجنة وما من مؤمن يظل يومه محرما إلا غابت الشمس بذنوبه وأخرج الطبراني عن حسين بن علي رضي الله عنهما أنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني جبان وإني ضعيف فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليك بالجهاد الذي لا شوكة فيه الحج وأخرج مسلم عن طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما رؤي الشيطان يوما هو فيه أصغر ولا أدحر ولا أحقر ولا أغيض من يوم عرفة وما ذلك إلا لما يرى من تنزل رحمة وتجاوز الله عن الذنوب العظام وأخرج مالك
عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا أيها الناس فإن الله قد كتب عليكم الحج فحجوا فقال رجل أفي كل عام يا رسول الله فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروني ما تركتكم ولو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم وسؤالهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه ألا فرحم الله عبدا شمر عن ساق الجد لأداء فريضة الحج قبل الفوات وطوى في سيره المهامه والفلوات وتجاوز الوعور والأنجاد والعقبات حتى طاف بالبيت وسعى بين الجبلين ووقف بعرفات فإن الله تبارك وتعالى يقول إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحمد لله الذي أمرنا بالتقوى وابتغاء الوسيلة وحظنا على طلب الدرجة الرفيعة له والفضيلة أمرنا أمرا بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه وثلث بالمؤمنين من جنه وإنسه وقال تشريفا لنبيه وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما وروى أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها عشرا وفي رواية ومن صلى علي عشرا صلى الله عليه مئة ومن صلى علي مئة كتبت له براءة من النفاق وبراءة من النار وبراءة من العذاب وعليكم بالإكثار من الصلاة على النبي شكرا تجدوا ذلك عند الله هو أعظم أجرا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وارض اللهم عن صحابته وخلفائه الراشدين الهادين المهتدين الصديق الأكبر سيدنا أبي بكر المنير الأنور وعن سراج أهل الجنة الناطق بالصواب شهيد المحراب أبي حفص سيدنا عمر بن الخطاب وعن منفق الأموال في رضا الرحمن أبي عبد الله سيدنا عثمان بن عفان وعن باب مدينة العلم ليث بن غالب أبي الحسن سيدنا علي بن أبي طالب وعن الستة الباقية لا زالت إلى العلا راقية اللهم انصرنا بهم وانصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اللهم أهلك من كان في هلاكه راحة المسلمين ودمر أعداء الدين واجعل أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين
واكتب السلامة والعافية لجميع المسلمين ونجنا من كل بلاء وربا وغلاء وطاعون وزنا ووباء طهر من جميع ذلك هذا البلد خاصة وبلاد المسلمين عامة واغفر لنا ولوالدينا ولأشياخنا ولمن سبقنا بالإيمان وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم ارفع عنا الجهد والجوع والعريا واكشف عنا من البلاء ما لا يكشفه غيرك اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهي عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على السلام حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله